أشجار ونباتات بأصناف متنوعة يمر بها كثير منا في مناطق واسعة من موريتانيا دون أن يفقه الكثير عن قيمتها البيئية وما مثلته قديما لدى الإنسان الموريتاني كمصدر غذاء ودواء واستخدامات لمنافع شتى. نشاهدها كثيرا في المناطق الرملية القريبة من السواحل وفي قيعان الوديان الصخرية. نعرف أن الإبل ترعاها أكثر من أي ماشية أخرى. هذا كل ما يعرفه الكثير منا عن شجرة المرخ المعروفة شعبيا بتيتارك والمنتشرة في مناطق عديدة من موريتانيا، لكننا في الحقيقة نجهل عنها الكثير. عادي ساحل ذا الحين لاحق منه من التارك جمل يبارك وهلام مين منزل عقضت تيتارك. تيتارك شجرة معمرة من النباتات ذات القيمة العالية داخل البيئة الموريتانية الصحراوية، تنمو بكثرة في المناطق الرملية القريبة من السواحل، وهي نادرة الوجود عالمياً. شجرة دائمة الخضرة تمتلك من خلال جذورها الممتدة عميقاً في الأرض قدرة كبيرة على وقف زحف الرمال، وبفضل جذورها تستطيع الحياة في الظروف الصحراوية القاحلة حتى لو احتبس المطر أكثر من سنة. يتراوح طولها بين متر ومترين، تزهر من مارس حتى مايو من كل سنة. شعيراتها الحريرية الناعمة تساعدها على الانتشار بواسطة الرياح، لذلك تستوقفنا بكثرة في موريتانيا. حظيت تيتارك لدى المجتمع الموريتاني البدوي قديما بمكانة خاصة، فقد ظل لحاء أغصانها حاضرا لدى الطب البديل لتضميد الجروح، كما يتم استغلال زيتها لعلاج الروماتيزم وأزهارها في صنع بعض المستحضرات الدوائية لمواجهة السعال وطرد الديدان. ظلت أغصانها حتى عقود قريبة تستخدم في صناعة الحبال وأحزمة الرجال وأسقف المنازل وحياكة الحصير وعمليات إنجاز الآبار التقليدية المعروفة بالعقلة. على مائدة الطعام الشعبية كانت بعض مكونات هذه الشجرة إضافة أساسية للوجبة الشهية، خاصة خلال طهي اللحم لإعطائه اللون الأحمر والنكهة المتميزة، فهي في مقدمة توابل الأكلة لدى أسلافنا. وأنت ماذا تعرف عن نبتة تيتارك؟